بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة إلى أخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: الأخ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد، يسرنا أن نعرب لسموكم عن خالص تمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافية وبعد، فلقد تسلمنا بكل التقدير رسالة سموكم الكريمة المتعلقة بأمرنا بتعيين سموكم مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019. ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيين والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء، غير أننا وأمام ما أبديتموه تجاه هذا الأمر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم. إنما بذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها، وما أبديتموه من تفان وإخلاص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل إشادة وتقدير وثناء الجميع، فلقد وفيتم وكفيتم سموكم، وسيظل ذلك مسطرا في سجلي وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك، سائلين الباري جل وعلا أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير الوطن الغالي وعزته وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم ونهضة وازدهار. وتقبلوا خالص التقدير، صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الكويت في 21 من ربيع الأول لسنة 1441 هجرية، الموافق 18 من نوفمبر 2019.